أشرف الخلق أجمعين وإمام النبيين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، فكنا قد توقفنا في تفسير سورة مريم عند قول الله تبارك وتعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة مريم وأرسل إليها الملك وبشرها بأنه سوف يعني يولد منها غلام. ومريم لم تكن تزوجت ولم تكن بغية، ولكنه قال لها: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية. كان عيسى عليه السلام آية عظيمة دالة على قدرة الله تبارك وتعالى، أنه قادر، أن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيقدر الله تبارك وتعالى على أن يخلق الإنسان من غير أب ولا أم، ويقدر على أن يخلق الإنسان من أب فقط، ويقدر على أن يخلق الإنسان من أب وأم، ويقدر على أن يخلق الإنسان من أم فقط. وهذا كان حال عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضي. قال الله تبارك وتعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، يعني حملت مريم بالغلام بعد أن نفخ جبريل في جيب قميصها، فوصلت النفخة إلى رحمها فوقع الحمل بسبب ذلك، فتباعدت به إلى مكان بعيد عن الناس. وهذا يدل على أن مريم عليه السلام يعني حملت حملا حقيقيا. بعض المفسرين قال أنها حملت في ساعتها وولدت في ساعتها، ولكن يعني دلت يعني بعض الأثار على أنها، ودلت هذه الآيات أيضا على أنها حملت حملا طبيعيا وتسعة أشهر، ويعني حتى ابتعدت في مكان بعيد حتى يعني لا يراها أحد بهذه، لأنها تعتبر أن هذا يعني مصيبة كبيرة، يعني سوف يسألون يعني كيف جاء هذا الحمل ومن أين جاء، وهي لم تتزوج ولم يمسسها بشر كما قالت قبل ذلك. ويعني جاء في بعض الإسرائيليات، وطبعا احنا الإسرائيليات كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في أول التفسير، الإسرائيليات هي الأخبار المروية عن بني إسرائيل، فقال أن الإسرائيليات لها ثلاثة أقسام: قسم يوافق شرعنا فهذا نقبله، وقسم يخالف شرعنا فهذا نرفضه، وقسم لا يوافق ولا يخالف، وهو الذي تذكر فيه بعض التفاصيل فهذا تجوز الرواية عنه على سبيل يعني الاستشهاد. فهذا القسم هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تكذبوهم ولا تصدقوهم، يعني حدثوا عنهم في الأخبار التي لم يرد فيها تكذيب. أحيانا يذكرون يعني بعض التفاصيل أو بعض القصص التي فيها عبرة وعظة، فهذا لا شك أنه لا بأس به. فورد في بعض الإسرائيليات قول يوسف النجار، ويوسف النجار كان يعني أحد الصالحين الذين كانوا يخدمون في الدير التي كانت فيه مريم عليه السلام، فقال لها يوسف النجار حينما ظهر عليها الحمل، قال: يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي، يعني يسأل عن حاجة كده غريبة. قالت: وما هو؟ قال: هل يكون قط شجر من غير حب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير أب؟ فقالت: نعم. وفهمت ما أشار إليه، وعايز يشير إليه يعني كيف أتى هذا الحمل بدون أب، يعني من أين جاء. فقالت له: نعم، وفهمت ما أشار إليه. فقالت: أما قولك هل يكون شجر من غير حب، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر. قولك هل يكون شجر من غير حب ولا زرع من غير بذر، فإن الله أول ما خلق الشجر والحب والزرع خلقهما من غير حب ولا بذر. وهل يكون ولد من غير أب، فإن الله خلق آدم من غير أب ولا أم، فصدقها وسلم لها حالها. فكان هذا ردا عليه يعني بسبب استعجابه أنه يتعجب يعني من حدوث الحمل لمريم من غير أن يمسسها أحد. يقول الله تبارك وتعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فأجاءها يعني فألجأها،
المخاض، المخاض هو طلق الحمل حينما المرأة يعني تحمل وتمر الأشهر، فحينما تلد يأتيها الطلق فهذا يسمى المخاض. إلى جذع نخلة، فألجأها المخاض إلى جذع نخلة، يعني استندت إلى جذع نخلة، فقالت يا ليتني مت قبل هذا، يعني قبل هذا اليوم، وكنت شيئا منسيا، يعني كنت شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من أنا. ويعني بعض العلماء قالوا أنه يعني يستفاد من هذا أنه يجوز تمني الموت عند خوف الفتنة، وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، أن تمني الموت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني مكانة الحياة خيرا لي وتوفني مكانة الوفاة خيرا لي. فتمني الموت لابد أن يكون مشروطا، ما ينفعش واحد كده يتمنى الموت على الإطلاق، لابد أن يكون مشروطا، وإن خيفت الفتنة فتمنى الموت. وقد فعل يعني بعض الصالحين ذلك حينما حدثت فتنة للإمام البخاري رحمه الله تعالى، يعني تمنى الموت حتى لا يعني تؤثر عليه هذه الفتنة، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه ومات بعدها تقريبا بأسبوع، وكان من يعني مستجابي الدعوة. المهم أن مريم عليه السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا، يعني قبل هذا اليوم الذي يعني سوف يكون لها فضيحة، تظن هي كذلك، وكنت نسيا منسيا، الشيء المنسي اللي هو يعني الشيء التافه الحقير الذي يعني لا يذكر. فناداها، قال سبحانه وتعالى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها أي فناداها جبريل أو عيسى، اختلف المفسرون هل هو جبريل الذي نادى ويعني كلم مريم أم عيسى، فبعضهم قال جبريل والبعض قال عيسى عليه السلام، ولعل هذا هو الأرجح أن عيسى هو الذي كلمها. وهناك قراءة فناداها من تحتها، احنا قراءة حفص فناداها من تحتها تدل على ايه، حرف جر يدل على المكان، لكن فناداها من تحتها هذا من تكون اسم موصول بمعنى الذي، يعني الذي تحتها، والذي تحت مريم هو المولود، لو كان الملك لكان ايه، لكان من فوقها من أعلى. كذلك أيضا مما يدل على ذلك أن هذا كان يعني تيسير من الله سبحانه وتعالى وترطيب لرؤية مريم عليه السلام هذا المولود وهو يتكلم، حتى أن الله سبحانه وتعالى سوف يأمرها بعد ذلك أن تشير إليه وهو الذي سوف يتكلم عنها ويدافع عنها بعد ذلك، فكأن هذا تسلية لمريم حتى تتأكد أن هذا المولود يعني يتكلم، فإذا ما أشارت إليه تكون خلاص سان كده ما يعمل حاجة يجربها في أول مرة بيكون يعني الآن شوية يعني هل تشتغل ولا لا، لكن إذا ما عملت أمامه فإن ذلك يكون يسيرا بعد ذلك. فلما تكلم في أول مرة كان يعني يكون ذلك أيسر على مريم بعد ذلك وتتأكد أنه سوف يتكلم ويدافع عنه. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، يعني ناداها جبريل أو عيسى، وقلنا أن الأرجح هو عيسى، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، سريا يعني جدول ماء اللي هو زي النهر كده عشان نهر صغير يعني تشرب منه. وقال بعض المفسرين أن كلمة سريا يعني شريفا وهو عيسى عليه السلام، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا يعني شريفا هو عيسى، أو على القول الأغلب أنه سريا يعني جدول من الماء حتى يعني تشرب وتأكل كما سيأتي. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، هزي إليك يعني حركي جذع النخلة تساقط عليك رطبا غضا جنيا من ساعته، يعني بالبلد كده لسه طازة، والرطب يعني يكون يعني أحلى وأفضل من التمر وأنه يعني جنيا من ساعته فيكون أفضل. وقد قيل أن التمر والرطب يعني خير للمرأة الحامل، فيعني يعطيها قوة ويعني يعوض الحديد الذي يعني فقد منها وغير ذلك، فهو مفيد له. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وهنا فائدة أنه لماذا يعني كان من الممكن أن يأتي الله عز وجل لمريم بالرطب من غير إيه، من غير أن تهز الجذع ولا تحرك النخلة، وقد كان يحدث لها ذلك قبل ذلك، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها قال يا مريم أنى لك هذا، قالت إيه
ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكان الله سبحانه وتعالى قادر أن يعطيها التمر ويعطيها الرطب من غير أن تهز. فقال يعني بعض العلماء أن هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعني ينبهنا إلى أهمية الأخذ بالأسباب، أن الإنسان يأخذ بالأسباب ويبذل ما في وسعه والنتيجة على الله سبحانه وتعالى. هي تهز جذع النخل، هي امرأة ضعيفة أصلا، هي ضعيفة وحامل وتلد، ولكن تؤمر بذلك لإشارة إلى أهمية الأخذ بالأسباب. احنا قلنا يعني أمس أو قبل أمس إن مسألة الأسباب الإنسان المسلم لا يتعلق بالأسباب، إنما هو يتعلق برب الأسباب، ولكن هو يفعل الأسباب لأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك، يعمل لكي يعني يتكسب الأموال، يأخذ الدواء لكي يشفى بإذن الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فالإنسان كما قيل الاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد، وعدم الأخذ بالأسباب قدح في التشريع. الاعتقاد في الأسباب، الواحد يعتقد أن هذا الدواء يشفي بنفسه من غير يعني أن يأذن الله سبحانه وتعالى، هذا قدح في التوحيد، لأن هذا يكون يعني في نوع شرك بالله عز وجل، أن كل شيء يعني بقدر الله وبأمر الله عز وجل. وعدم الأخذ بالأسباب، يقول لك أنا أقعد في الجامع ومش هاكل ولا أشرب ولا أشتغل ورزقي سوف يأتي إلي، هذا قدح في التشريع، لأن الله سبحانه وتعالى من شرعه أنه قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أمرنا الله سبحانه وتعالى بالسعي. فلا بد من السعي في الأسباب، ولكن النتيجة بيد الله سبحانه وتعالى، يفعل الإنسان ما في وسعه ثم يعني كل شيء يكون يعني على الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكلي واشربي وقري عينا، يعني كلي من الرطب واشربي من الماء اللي هو السري الذي كان تحتها، وقري عينا يعني طيبي نفسا بهذا المولود. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. خلي بالك أنه هذا الكلام لو قلنا أن عيسى عليه السلام الذي تكلم في البداية، فكل هذا الكلام ينسب إلى عيسى هذا المولود الذي ولد منذ لحظات. فإن رأيت أحدا من الناس فسألك عن أمرك فقولي إني أوجبت على نفسي لله سكوتا. وهنا معنى كلمة قولي اللي هو المقصود به الإشارة. أحيانا العرب كانت تستخدم القول على الإشارة، قال بيده هكذا يعني أشار بيده، لأن هي أصلا إيه كانت هتسكت، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم، يعني هي سوف تسكت، فهذا يعني كناية عن الإشارة. فقولي له إني أوجبت على نفسي سكونا أو سكوتا فلن أكلم اليوم أحدا من الناس. والسكوت كان تعبدا في شرعهم دون شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كان السكوت هذا عبادة في شريعة بني إسرائيل. وأما في شريعتنا التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن السكوت ليس عبادة، ودل على ذلك حديث أبي إسرائيل أحد الصحابة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في الشمس فقال ما شأن هذا؟ فقال يا رسول الله نذر ألا يتكلم ويقف ولا يستظل ويصوم، نذر ألا يتكلم كلمش ويقف يفضل واقف ولا يستظل يعني يقف في الشمس ولا ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليتم صومه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أقره على إيه؟ أقره على العمل المشروع والصيام، لكن كل الأشياء الثلاثة اللي هي لا يتكلم ولا يستظل ويقف في الشمس كل هذا ليس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الناس كده قال يعني إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، الله عز وجل لم يتعبدنا ليعذبنا سبحانه وتعالى. فكل إنسان يعني يعذب نفسه بنفسه فهذا يعني ليس من العبادة بل هو من البدع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صمات يوم، إن الواحد يفضل ساكت إيه طول اليوم لا يتكلم، فهذا الصيام عن الكلام منسوخ بكلام. وإحنا في قاعدة بتقول، قاعدة أصولية بتقول إيه، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ، يعني طالما أتى ناسخ يبقى خلاص شرع من قبلنا يعني لا يعتد به. فكان هناك الصيام عن الكلام في شريعتهم. وطبعا كان زكريا عليه السلام مر علينا أنه أيضا إيه آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوي، أيضا يعني يسكت عن الكلام وكانت هذه عبادة. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله
قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يعني فأتت مريم قومها تحمل مولودها من المكان البعيد، فلما رأوها كذلك قالوا لها يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يعني جئت أمرا عظيما مفترى، شيء عظيم، يعني من أين أتى هذا الغلام والولد الصغير. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يا أخت هارون أي يا أخت الرجل الصالح هارون، ما كان أبوك رجل سوء يأتي الفواحش، وما كانت أمك امرأة سوء تأتي البغاء، يعني يقولون فأهلك أهل صلاح ويعني عائلة طيبة، فكيف يعني تفعلين ذلك. وكلمة يا أخت هارون أيضا حدث فيها أو يعني حصل فيها اختلاف المفسرين، أن كلمة يا أخت هارون قيل أنها أخت هارون يعني شبيهة هارون في العبادة والصلاح، هارون وأخو موسى عليه السلام أنها تشبهه في العبادة والصلاح. وقيل أيضا أنها أخت هارون يعني كان هناك رجل صالح أخوها يسمى هارون، وفي هذا حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل المغيرة بن شعبة إلى نصارى نجران، فقالوا له إن يعني في كتابكم بعض الأخطاء، ألا تدري يعني كقول ما جاء يعني في القرآن يا أخت هارون، وبين عيسى وهارون يعني سنوات مئات السنين، بين عيسى وموسى مئات السنين، وموسى كان أخو هارون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، المغيرة بن شعبة جاء ويعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أو ما تدري أنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، يعني كانوا يسمون أبناءهم بأسماء الأنبياء والصالحين. فكان مريم لها أخ اسمه يعني هارون أخوها شقيقة. وقيل أيضا يا أخت هارون أنها من نسل هارون، من نسل هارون اللي هو هارون أخو موسى عليه السلام، كان من نسله أم مريم فنسبت إليه، يعني أخته كما يقال العرب أخو مضر أو أخو يعني قبيلة معينة، فهذا يعني أنها من نسله. وطبعا وفي قول ضعيف ان هي اخت هارون لي اخت هارون اخو موسى، وهذا طبعا قول ضعيف ومردود. فقالوا لها يا اخت هارون، يعني كانهم يعني يذكرونها كيف تكونين يعني صاحبه هذا النسب العظيم، وكيف تاتين بهذا البهتان، ما كان ابوك امراه سوء وما كانت امك بغيه. فاشارت اليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، يعني اشارت مريم الى مولودها عيسى عليه السلام ليسألوه ويكلموه. فقالوا منكرين لها كيف نكلم من كان في المهد صبيا، يعني من لا يزال في مهده طفلا رضيعا، يعني كيف، معلوم أن الطفل لا يتكلم تقريبا إلا بعد سنتين أو ثلاثة، فكيف يكلمون هذا الطفل الرضيع الذي يعني ولد منذ لحظات. ففي هذا التوقيت حدثت المعجزة الكبرى، وأنطق الله تبارك وتعالى هذا الرضيع، فقال عيسى عليه السلام، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال عيسى عليه السلام وهو في مهده يرضع، إني عبد الله قضى بإعطاء الكتاب وهو الإنجيل وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فتكلم عيسى عليه السلام في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، يعني جعلني بارا بوالدتي ولم يجعلني متكبرا ولا شقيا عاصيا لربي، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، يعني السلامة والأمان علي من الله يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا يوم القيامة. فإن شاء الله يعني إحنا طبعا لماذا قيل في حق عيسى جبارا شقيا، وفي حق يحيى جبارا عصيا، وفي حق يحيى قيل سلام عليه يوم ولد ويوم أموت، وهنا قال السلام، فما الفرق بين الاثنين؟ هذا إن شاء الله نؤجله إلى درس الغد حتى لا نطيل عليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وكل قولي هذا استغفر الله لي ولكم.